صراحة صراحة ما بعرف، بس بعرف إنه أضرب من هالوضع يلي كنا فيه ما بفتكر معقول نوصل له على ظل وعلى ظل وتبهدل وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان، عدم احترام للمواطن، عدم عيشة كريمة يومية، يعني بأقل الأشياء ما فينا نوصل له. شو بدك؟ هوا ملوث، المي ملوثة، نحن عايشين ببكفاية. بطلع على البالكون الصبح صيف شتي، مشان صيف شتي بطلع الصبح مشان تا اعمل شغلي على البالكون، حط شغلي، بتشوف فوق بيروت مترين كوش. مترين كوش، بتتسأل شو هيدا سوفر شو هو؟ ونحن مرحومين ببكفاية، والناس اللي قاعدين بجزين مرحومين، يلي قاعد بعنطورة مرحوم، بس يلي قاعد بجونيا شو؟ يلي قاعد بالزوق شو؟ يلي قاعد ببرج حمود شو؟ يلي قاعد بصيدا شو؟ طيب هيدا مش لبنان؟ هيدا مش لبنان؟ هيدا شو؟ بعدين توصل على المستشفى قبل ما يسألوك شو بيك بيقولوا لك معك مصاري؟ بعدين هن بيروحوا على شي دايرة حضرة جنابهم، بيروحوا بجددوا إقامة لحدا، بيروحوا بيطلبوا من الضمان البدل الإدوي، اللي بيروحوا ناس بينطروا 4 ساعات يدفعوا لهم 30,000 ليرة، مش عيب هالشي؟ كيف قدرت عرفتي هالتفاصيل؟ بحكي مع الناس. شو وين عايشة أنا؟ عايشة ببعبدة؟ سامية Ha ha ha.